روعة. النهاردة معانا فيديو ضرب نار، أكلة جميلة وسمينة وبتدفينا في الشتاء، أكلة روعة وشهية ولذيذة، طريقتها برضو سهلة وبسيطة وفيها قيمة غذائية عالية. هنعمل مع بعض أجمل أكلة بيحبها الشعب المصري، نعمل مع بعض الممبار الشهي اللذيذ بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. شايفين شكل الممبار وجماله، ذهبي ولونه جميل وشكله كمان شهي جدا. شايفين الروعة والجمال، فاخر من الآخر. دلوقتي هنشوف مع بعض طريقة تنظيف الممبار، وبعدين هنعمل مع بعض برضو الحشو والتسويق. دلوقتي معانا حوالي كيلو من الممبار، شطفناه وبعدين دلوقتي هنبتدي نقلبه على اول وش. بنقلب الممبار بالطريقة البسيطة والسريعة اللي حضراتكم شايفينها. اي حاجة عندك يعني كده تحطيها، مسمار، خشبة، اي حاجة كويسة، او يعني معلقة، المهم حاجة كويسة وتكون صحية. بنقلب بيها الممبار زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي بعد ما قلبناه اخدناه علشان نغسله كويس جدا برضو بالمية ونشطفه لغاية المية بتاعته ما تبقى نظيفة وشفافة. دلوقتي المرحلة التالتة، جبنا كمية من الدقيق وابتدينا ندعك بيها الممبار او نفركه فرق جامد جدا جدا علشان نخرج منه اي روائح مش مستحبة واي حاجة مش نظيفة. هنعمل العملية دي في كل كمية الممبار اللي معانا علشان ننضفه ونخرج منه اي حاجة مش كويسة. والممبار لازم تنضفيه كويس جدا جدا، وبياخد وقت معانا في التنظيف علشان نقدر ناكله ويكون طعمه لذيذ وجميل. هنعمل العملية دي في كل الكمية اللي معانا وبالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، كلنا هنقدر ننفذها ونعملها بكل سهولة. دلوقتي بعد ما انتهينا من عملية التنظيف بالدقيق، شطفناه برضو كويس جدا جدا بالمية، وابتدينا نعصر عليه كمية كويسة من الليمون، حوالي 3 ليمونات. هنعصرهم على الممبار وهنضيف عليه برضو حوالي 5 معالق من الملح، وكمان هنضيف عليه حوالي 1/4 كوباية من الخل ومعلقتين تاني من الدقيق. وهنبتدي برضو نغسل بيهم الممبار كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. يا جماعة الممبار بياخد غسيل وتنظيف جدا علشان نقدر ناكله، لازم يكون شفاف ونظيف. ودلوقتي برضو بنحكه بالسكينة على الجدار بتاعه علشان ننظف منه اي حاجات مش كويسة. زي ما حضراتكم شايفين برضو نقعناه حوالي 2 ساعتين في الليمون والملح والدقيق والخل. ابتدينا دلوقتي نقلبه على الوش التاني برضو للمرة التانية زي ما حضراتكم شايفين. هنقلب الممبار على الوش التاني بعد ما نقعناه 2 ساعتين، وبعدين دلوقتي هنشطفه وننضفه كويس جدا جدا. شايفين دلوقتي بحط قلب الممبار في الحنفية علشان نشطفه من جوه وكمان نشطفه من بره، نغسله كويس جدا جدا. وطبعا شايفين شكل الممبار واضح ان هو بقى نظيف وشفاف وريحته جميلة. شايفين طبعا فرق جامد بين اول الفيديو ودلوقتي في تنظيف الممبار، بقى شكله جميل وشفاف ونظيف. دلوقتي شطفناه كويس جدا وصفيناه
دلوقتي هنعمل مع بعض الخلطة اللي هنحشي بيها الممبار. معانا حوالي 2 كيلو من الطماطم، هنفرم فرم ناعم جدا في الكبة بتاعتنا، والكبة دي جديدة طبعا بنجربها، وزي ما حضراتكم شايفين كده نفرمها كويس جدا. دلوقتي فرمنا الطماطم ونزلنا بيها في حلة، وهنبتدي نفرم حوالي 1 كيلو من البصل. هنفرم البصل فرم ناعم جدا، هنزل بالبصل في طاسة على النار، هنضيف عليها حوالي 3 معالق من السمن البلدي و3 من الزيت، وهنسيبهم لغاية ما يتسبكوا، ونضيف عليهم الطماطم ونسيبهم لغاية ما يتسبكوا. دلوقتي حوالي معانا 1.25 كيلو من الرز، غسلناه كويس جدا وصفيناه، وضفنا عليه التوابل ملح وكزبرة وكمون وشطة مطحونة، وضفنا دلوقتي كمان عليه الخضرة كزبرة وشمر. الصلصة معانا هنا اتسبكت، ونزلنا بيها على الرز والتوابل والخضرة، وضفنا حوالي 2 معالق من الزيت علشان الرز والحشو بتاعنا يكون لامع وجميل. دلوقتي هنبتدي نحشي الممبار. جبنا ازازة، شيلنا النص اللي فوق بتاعها او الطرف اللي فوق من الازازة، قطعناها وابتدينا نحشي بيه الممبار زي ما حضراتكم شايفين. حطينا طرف الازازة في قلب في طرف الممبار، ابتدينا نحشيه علشان الحشو يكون سهل معانا والطريقة تكون بسيطة وسريعة. شايفين طريقة الحشو ازاي سهلة وبسيطة؟ بنضيف الرز في طرف الازازة وبندخله في قلب الممبار من جوه، شايفين؟ بنقطعنا الممبار لقطع مناسبة زي ما حضراتكم شايفين، وهنا برضو هنعمل واحدة تانية معاكم، هنحشي واحد تاني من الممبار علشان تشوفوا الطريقة. برضو حطينا طرف الازازة اللي قطعناها في طرف الممبار، وابتدينا نضيف الرز وندخله في قلب الممبار من جوه زي ما حضراتكم شايفين. الطريقة بسيطة وسريعة وكلنا نقدر ننفذها. هنحشي كل كمية الممبار زي ما حضراتكم شايفين، وقطعناها كمان لأحجام مناسبة علشان تسهل في التسوية وفي التقطيع. دلوقتي معانا حلة فيها مية بتغلي على النار، ضفنا فيها فلفل أسمر، وضفنا فيها برضو شطة، وضفنا فيها بصل، ونزلنا ورق من اللورة، ونزلنا بيه قطع الممبار المحشية في قلب الحلة. شايفين دلوقتي شكل الممبار اول ما بننزل بيه في المية اللي بتغلي بيقفل من الطرفين علشان الرز ما يخرجش، يعني مش بنحتاج نربطه ولا اي حاجة، هو مجرد ما ينزل في المية بيكش وبتقفل الاطراف بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي الممبار قعد حوالي 2 ساعة واستوى، وخرجناه وصفناه، وفي طاسة على النار فيها 2 معالق من السمنة البلدي، هنحمر الممبار مع حضراتكم. بعد السمنة ما سخنت على النار نزلنا بيه الممبار بعد ما استوى وصفناه علشان نحمره زي ما حضراتكم شايفين. طريقة التحمير سهلة وبسيطة. دلوقتي اخد اللون الذهبي وقلبناه على الوش التاني علشان برضو يحمر وياخد اللون الذهبي الجميل. هنخرج اول كمية من الممبار بعد التحمير،
ودلوقتي هنحمر باقي الكمية اللي معانا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين خلصنا كل كمية الممبار اللي معانا، ودلوقتي الزنبي ضفناه في طبق التقديم. وزي ما حضراتكم شايفين الشكل جميل ولذيذ وشهي جدا، طريقة سهلة وبسيطة كلنا نقدر ننفذها وناكل أحلى ممبار في الشتاء يدفينا ويعمل طاقة حرارية عالية معانا. طريقته جميلة وسهلة وبسيطة، والممبار زي ما حضراتكم شايفين الرز جواه مفلفل وجميل ومستوي، حاجة فاخر من الآخر. حبايبي لو استفدتوا من الفيديو وكملتوا معايا لغاية هنا، أتمنى من حضراتكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة.